هي الشحنة الأضخم من الدعم الطبي التي ترسلها الصين إلى مصر. 30 طناً من المستلزمات الطبية استلمتها وزارة الصحة كدفعة مساعدات ثالثة، والتي تأتي رداً على إرسال مصر أطنان من الإمدادات الطبية للصين في إطار مواجهة فيروس كورونا. 我今天很高兴同邵级部长助理，还有我们外交部的萨雷姆部长助理。 نحن سعيد جدا بحضور مراسم تسليم الدفع الثالثة من المستلزمات الطبية التي تقدمها الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية. نحرض هنا في مطار القاهرة الدولي، وأيضا بحضور الدكتور محمد الشوقي وكيل وزارة الصحة، وسعادة السفير حاني سليم مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية. في الفترة السابقة عندما الصين يعني تبذل جهود شاقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، هناك يعني تضامن كامل من مصر إلى الصين في هذا الصدد. هدية الإمدادات الطبية تتضمن 1,000,000 كمامة جراحية و150 ألف كمامة من نوع N95 و70 ألف بدلة وقائية ومثلهم من الكواشف الحرارية و1,000 ترمومتر حراري، إضافة إلى 70,000 قفاز سيتم توزيعهم جميعاً على مستشفيات العزل طبقاً للاحتياج. الشحنة النهاردة عبارة عن 150,000 كمامة عالية الكفاءة N95، 1,000,000 كمامة عادية، 70,000 جوانتي، 70,000 بدلة واقية، 70,000 كاشف، 1,000 ترمومتر حراري إنفراريد، حوالي 30 طن تقريباً. دي أعلى ما شحنة وصلت. إحنا وصلنا 3 شحنات، الشحنة الأولى كانت 4 طن، الثانية 4.2 طن، الثالثة 30 طن. دعم كبير جدا من دولة الصين ردا على الدعم المصري لما كانوا هم في عز الأزمة. وكانت مصر قد مدت يد العون للصين في بداية أزمة كورونا بإرسالها شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية في شهر مارس الماضي، وكردا للجميل قدمت الصين لمصر 3 شحنات طبية، أولها في شهر إبريل الماضي، وهو ما يعكس عمق وترابط العلاقات المستمرة على مدار 64 عاماً بين البلدين.